ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وايه كمان؟ الغربال الجديد له شده. ورغم كل اللي اتقال عن الغربال او المنخل او عين واسعه او ضيقه، الا ان مهنه صنايع الغربال ما دامتش وما صمدتش امام ايقاع الحياه مع الاسف. واللي فضل في صنعه الغربال لغايه النهارده عدد قليل جدا من الصناعيه. واحنا هنا في حوش قديم بالداري في شارع المعز، بالقرب من شارع المغربلين اللي اشتهر من مئات السنين بتجارة القمح والذرة والشعير، وكان بيتطلب ذلك انها تتغربل عشان تتفرز من الشوائب. علشان كده كان لازم يبقى فيه الغربال. اتولدت في المغربلين، حي بلدي، استاذي كانوا الناس. كنت بشوف الكرم، كنت بشوف الشهامة، وكنت بشوف التضامن والاخوة في الجو ده. عشت مع الناس دول وبقى الانطباع بتاعهم في قلبي. وهنا اكتشفت عم محمود وعرفت منه انه له في المهنة 60 سنة. بدأها صبي صغير قوي في ورشة الاب اللي صنع الغربال اشكال والوان. عم محمود له حكايات. انا بقالي سنتين بدور على الحاج محمود، حقيقة سنتين، عشان عايز اعرف، عايز اعمل حلقة عن الغربال، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، يبقى اعمى، ويبقى امنا للرجال، يبقى امنا للمية، مية في الغربال. تاني في امثلة تانية، والغربال الجديد ليه شد، له شدة. ادي تلاتة. واقول لك بقى، بيرم التلت قال ايه عن المناخلية؟ عم بيرم قال لك، قالوا عريسها مناخلي، قلت يا خسارة، ضبط المناخ اللي صنعة ولا تجارة، ياللي بقالكم زمان في الشاشة والطارة، امتى بقى تبدلوا المنخل بطيارة؟ ايوه الله الله، عن الصنعة. عن الصنعة حافظ كل الحاجات بقى. طبعا حافظها. يعني 60 سنة في الشغلانة. مين حضرتك 60 سنة في شغلانة المنخل؟ انا من اول ما اتولدت انا عندي 69، تاخر على 70. ايوه، طب ما انا قلت 60 شلت 9، فبقينا 60. حلو. ولا قبل كده؟ لا، من قبل كده، من اول ما اتولدت. يعني من اول ما اتولدت، من اول ما اتحطيت في المنخل. ما زمان كنا بنحطيت في المنخل من قبلها بقى، لان والدي من بقاله الوالد والجد كان شغال فيها. لا، هو الوالد، الجد لا ما كانش شغال. لان الوالد ميت بقاله 50 سنة اكتر. الله يرحمه. بقاله 52 سنة، من سنة 71. المنخل ده موضوع مهم. اولادنا ما يعرفوش المنخل يعني ايه، مع انهم طبعا لما اتولدوا اتحط في المنخل. اقول لك بقى من عجائب المنخل ده، ان بيقولوا الغربال ان سيدنا ابراهيم عليه السلام اول واحد كان غربه، اول واحد اشتغل في شغلانه المنخل، في الغربال. الجلد. ايوه. ليه؟ اما راح لمنطقه الخليل ورايح يشتريها من ايام قوم العمالقه والكلام دوت والجبابره، فقال لهم انا عايز حته ارض قد جلد الناقه، قد يعني قد جلد الجمل. فقال لك لو فردنا جلد جمل هياخد قد ايه؟ مترين في مترين. فقالوا له مبلغ بسيط، يعني في حدود مثلا ايه، دينارين او حاجه. فهو مسك جلد الناقه قده يعني ايه؟ يعني قصه فتل، اللي هو جلد الجمل اللي هو ده، قصه فتل رفيعه قوي، وعملها بقره كبيره
حوط منطقة الخليل كلها. يعني خد المترين في مترين دول لما تقصوا رفيع. لا قصها بقى. ففردت. فردت بقى بص قصها رفع ايه؟ جلد جمل. ده بجد جلد جمل. جلد جمل بجد. فقعد قصوا وبرم رفيع قوي حوط منطقة الخليل كلها. فيقولوا اللي بيقد جلد الجمل ايه؟ هو الغرابلي. واخد بالك؟ انا كانت هنا بقى قبل سيدنا ابراهيم بقى ايام الفراعنه اللي هم ظهروا بعد كده ظهر التاريخ، ما كانش فيه بقى حكايه ايه قد جلد الجمل، كانوا بيقدوا اللي هو الجلد بتاع سيد قشطه اللي هو فرس النهر. خلينا نتفق ان يقدوا يعني قطعوا رفيع، عشان بس ايه قد يعني بقصه زي فتله رفيعه، نبقى متفاهمين في الحكايه دي. الله ينور. فاما اتطور بقى ودخل الجمال في مصر ابتدأوا يستعينوا بجلد الجمل اسهل لهم من جلد ايه فرس النهر. دول اجدادنا الفراعنه. دول اجدادنا بقى الفراعنه قدماء المصريين. حتى في غربال معمول ايام الفراعنه موجود في المتحف الانتخانه اللي هو الاثار المصري اللي في التحرير. واخد بالك؟ رحت شفته؟ رحت شفته حاج محمود؟ يعني طبعا لازم تشوف في شغلك الحاجات القديمه دي. هو بقى الميزه فيه ايه؟ ان بدل الطاره دي بتبقى جلد. دي خشب. فدي كانت الثانيه كانت جلد. تبقى جلد. والقد جوه اللي هو الحاجات اللي قددها. الله ينور. تمام. اللي هو القد جوه فاهمني؟ دي اول شيء. ده ايام قدماء المصريين. ايام بقى قدماء المصريين، بعد كده اتطور ابتدأوا ينشروا الخشب كان يدوا برضه. ينشروه زي ايه؟ زي مساطر طويلة كده، يعني مثلا زي ايه ممكن اجيب خليك تبقى نشوف اجيب متر مثلا نجيب المتر بس تمام. بيبقى عريض عن كده بيبقى بيتنشر بيبقى يعملوه في العرض ده كده او اعرض السمك يعني. كده بس عريض فاهمها بيخش وهو الخشب طري بيخش مجن الترفيل زي بتاعة عصير القصب. ايوه عارف بتاعة عصير القصب؟ عارف. فبيدي عملية الدوران ولسه طري. ايوه بيتجمع مع بعض بيبقى ده اسمه طوق، بيجمعه كل 10 يبقى اسمه ايه؟ امتى بدأنا صناعة الطوق بالطريقة دي؟ ابتدى صناعة الطوق دوت برضه في أوائل ايه؟ في أوائل القرن العشرين في 1902 أو 3 أو كده. تمام. بس كان عيبه بقى إن ما كانش فيه منشار ميكانيكي. فكان كله مناشير يدوية بيقصوا الشجر. طبعًا اللي بنستخدمه في مصر الشجر هم نوعين. الجزورين والكافور لان ده في المنخل في المنخل لانه دول اقصر الجزورين الاشكار والكافور ايوه وساعات بقى نستغل برضه في التوت شويه فالجزورين والكافور بيبقى رخيص يعني فبيلف معانا واخد بالك وبنركب بقى عليه الايه الاول بقى كان يجي يركبه اركب حرير طب هركبه ازاي فيجيبوا الحرير اللي هو القز الحرير ده اللي هو جاي من اخميم اللي من اخميم حرير القز حرير طبيعي طبيعي اسمه جورجيتي وشيفون فكان بيجي الحرير وكنا بنخرم الطاره اخرام صغيره جدا ايوه قد دبوس كده ونعمل وتت رفيع قوي زي الخله قد يعني رفيع برفع الخله بتاعت السنان ايوه ونفرت الحديد والحرير وندق عليه فكان يعمل لنا بعد كده اتطورت دخلت الماكينه فابتدا ايه المسامير كانت بتيجي مستورده من بره زمان ما كناش بنعمل المسمار هنا لا ما كناش بنعمل المسمار هنا كان بيجي مستورد فبقينا ايه بقينا بقى اسهل في الصنعه من الايه من الحرير القز اللي هو الجورجيت والشيفون والكلام ده دي المرحله اللي بعدها المرحله اللي بعديها دخل النايلو النايلو الاول ولا الحديد مش فيه الحرير اول حاجه الحرير وبعدين ايه بعدها النايلو على طول دخل بقى تالي قريب يعني مش بعيد ولا من زمان لا من زمان النايلو من زمان خلي بالك بعد النايلو دخل الايه بتلوت حاجه اسمها المركزيت نوع من القماش نوع من الفتله كانت بتدخل حاجه اسمها تسميغ يبقى مسمغ او مبروم مبروم يعني الفتله بتبقى بتدخل مكان برم ايوه تتبرم 1800 برمه او 1600 برمه او يدخلوها في صمغ عشان تبقى ماسكه فاتطورت بعد المركزيت ده الى ايه الى
البتاع دوت البوليستر. البوليستر. البوليستر طبعا متوفر سهل لانه ده ماده بتروليه. لكن فضلنا بالنسبه للطاره اللي بره ما بين الجلد زمان وبعدين دخلنا في الخشب على طول، مفيش تطوير تاني في الطاره. لا هو في تطوير ابتدى الايام دي ان يعملوا طاره سلستين او صاج. هوريها لك عندي جوه الطارات ديت، واخد بالك؟ طاره بتبقى سلستين او صاج. بس احلى حاجه في المدخل الخشب ده. ما هو الخشب صح. يعني احلى حاجه بصراحه. ويمأمنا للرجال يمأمنا للميه في الغربال. من أمثالنا المصرية اللطيفة على لسان ست طبعا. وبيعتقد أن الغربال استخدم في مصر القديمة لفرز القمح والطحين، وأنهم أول من وضعوا المولود في الغربال وهزوه في السبوع علشان يتقبل أقدار الدنيا ويدرك أن الحياة فيها الحلو وفيها المر. خليني اقول لك حاجه النهارده، ايه اللي ربط المنخل بالسبوع؟ هو كان زمان كانوا في الاول خالص كانوا بياخدوا غرابيل ايه جلد علشان يهزوا فيها العيل الطفل ده في السبوع بتاعه، والهون النحاس والبتاع والابريق والقله للبيت. لا المنخل بالذات يعني انا مش فاهم ايه العلاقه انه هو يحط الطفل يلفه كده ويحطه في المنخل. والله دي عادات متوارثه من امتى بقى؟ ما هو ده كمان باب رزقك. لا ما حدش يعرفها. ما باب رزقك ان كل ما يبقى فيه اسبوع الناس بتاخد المنخل. لا دي ما حدش يعرف متوارثه من امتى. بتودي المنخل بتاعك ضرب البرابره عشان الحاجات هم بييجوا ياخدوه ويكسوه بقى، نايلون يزوقوه كده ويزوقوه ويعملوا ورد والكلام دوت خلوه يا لبني ازرق كده او روز. تطوير بقى بالنسبه للمناخل، في كذا حاجه في المناخل. في عندك منخل حرير اللي احنا قلنا عليه اخر حاجه وصلت لها البوليستر. تمام. البوليستر دي ماده بتروليه بتبقى رخيصه، ارخص طبعا من الايه ده اللي موجود النهارده. المنخل اللي موجود النهارده البوليستر والنايلون. واخد لي بالك؟ بالنسبة للمناخل السلك بقى ابتدأ يدخل السلك بدل ما بيعملوا جلد. امتى في انهي مرحلة بقى منخل السلك تدخل؟ هو في يمكن في اواخر الاربعينات. يعني وقت تقريبا ما حضرتك بدأت كده مع الوالد تشتغل نحاس. صح كده؟ وقت ما ابتديت تشتغل مع الوالد يعني كان بيجي مستورد سلك ايه؟ سلك نسيج نحاس. وبعدين ابتدأ يخش ايه؟ سلك حديد. ابتدأوا يجلفنوا الحديد عشان ما يصديش او ينكلوه عشان يبقى منظر. ابتدأ بقى يتطور النحاس، لان النحاس طبعا لما بيجنظر بيصد بيعمل تسمم. فابتدأوا يستعينوا بيه بالايه؟ بالسلك السلستين. السلستين ما بيصديش ودرجة نقاوته عالية، واخد بالك؟ حلو. غير الايه؟ غير النحاس وغير المجلفن. حلو. طب على ذكر المثل اللي بيقول لك الايه الغربال الجديد له شد. بس طب ما هو لازم الغربال كمان يبقى له شد، يعني ست البيت لو بتمسك الغربال ملوش شد يبقى لا. هو الغربال الجديد له شد هي بتيجي من كذا معنى. بتيجي من معنى ان المغربله دي ده يعني اللي بيعمل الغرابيل ده متنيل على عينه هيشدوا اي كلام ولا صنايع يعني هيشدوا حلو ولا لا. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، ما في عندك مثلا بيقول لك يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربال. هل الميه تقعد في الغربال؟ ما هتنزل. واخد بالك؟ في حد بيجيب لك غربال يقول لك عايز اشده بتصلح يعني بتصلح مش بس ان ايه وكده. اللي عايز رقعه تشله الرقعه نفسها تجدده يتشد الطاره يجي لك يعني. مين زبونك لغايه النهارده اللي هم بتوع السبوع عندك؟ لا عندك العطارين. العطارين بيشتروا منك؟ بيشتغلوا علشان يهزوا الايه؟ الكمون والكزبره واليانسون. تالي غربال العطار بيبقى واسع شويه ولا لا؟ ده الواسع بقى بيستخدموه في الكركريه وفي الايه؟ وفي البلح. في الضيق. في برضه عندك بتوع المئه للب الغرابيل الكبيره دي بيستخدموها للسوداني المقشر واللب السوداني. ايوه اللب والسوداني والحمص والكلام ده. لكن ست البيت بتيجي تقول لك عايزه غربال بتاخد بقى منخل صغير
لا مدخل بتاع كسكسي لا مدخل بتاع ايه تعمل فيه الكسكسي اصلا هي تعمل دي تبس فيه الكسكسي ايوه يعني. ده بالنسبه للايه وبالنسبه بقى برضو عندك بتوع الذهب بياخدوا مناخ السيليستين عشان ايه عشان تبر الذهب بيتهز التراب بتاع الذهب ده بينزله ياخد التراب فلو خد اي نوع لانه بيحط على تراب الذهب كذاب كذاب ده اعلى انواع ميه النار وانت عندك ميه النار اوطى انواع وبعديها النيتريون اقوى ايوه وبعديها الجذاب اقوى حاجه يعني الجذاب لو اتحط نقطه على الحديد بيسيح الحديد فيجي بقى السائغ يطلب منك الان فهو اللي ما بيتاثرش من الجذاب هو الذهب والسيليستين ايوه فياخد السيليستين فبياخد سيليستين يهزه لو خدوا حديد فيه الذهب ويتهز عشان التراب بتاع الله ينور طب قبل السيليستين كان بيستخدم ايه مال السائغ هو كان السايغ كان الاول بيكشفوا عن الذهب والكلام دوت مش بالكذاب أيوة. كانوا بيكشفوا بالزئبق فالزئبق اما غيري كان الاول الكيلو الزئبق يمكن من 15 سنه في 50 جنيه فاخترعوا موضوع غيري بقى ب 5000 جنيه فقالوا لا يبقى نلجا للكذاب اللي هي ميه النار ارخص ده يكشفوا بيه على الذهب بيكشفوا بيه على الذهب يعرفوا ده ذهب ولا فلس بيكشفوا الدهب لان الدهب ما بيتكلمش اول الخمسينات لما جيت اشتغلت مع الوالد هنا في نفس المكان اولا انت لما وليد 54 خلي بالك ايوه ما هو انت بتقول لي اول ما اتولدت 3 4 5 سنين ابتديت تيجي مع الوالد هنا صبي صغير وتشتغل برضه وتعمل حاجات كده لان كنا ساكنين فوق هنا هنا وتنزل على تلعب يعني لعبتك هنا لعبتك هنا طب الوقت ده بالذات في الخمسينات قول بدايه الستينات كان الغربال في عزه كان في عزه يعني كان في زبون يعني لان كان كل حاجه ست البيت بتعملها في البيت فكان ست البيت تعمل الصابون فمحتاجه الغربال تعمل العيش فمحتاجه الغربال العيش طبعا كان بيحتاج الفطير والعيش والكحك كله بقى ده بيحتاج الغربال طب قول لي ايه حكايه منخل نيلي منخل نيلي دي كبيره نيلي انا بقول لك نيلي اما طلعت في ايه جت خدت فزوره في فوازير اللي هي الخطبه واخد بالك فالناس شافوا الغربال زوقته فقالوا عايزين بقى يجوا لنا طب انا ما عايز الغربال بتاع نيلي في فوازير بقى ياخدوا الغربال من عندي ويروحوا ضرب البرابره الضرب البرابره يزوقوه فبتوع ضرب البرابره قال لك الله احنا هنوجع ما احنا نجيب احنا الغربال ونزوقه اول باول طب ياخدوا الغربال منك لغايه دلوقتي طب الحمد لله فبياخدوا مين يا الخطبه كل سنه وحضرتك طيب وبخير يمكن يكون الزمان طوى صفحة الغربال أو هكذا نعتقد لكن المؤكد أن تمسك المصريين بوضع الغربال كجزء من طقوس السبوع الجميلة مع دقة الهون والسبع حبات المنظومة وعبارة غربلة يا غربلة غربلتين وغربلة للأمحاية غربلة للفناية غربلة للشعيرة غربلة وللعدساية غربلة للرزايا غربلة وللحلباية غربلة عشان كده بطول البال